لو بتربي طيور أو ببغاوات في البلكونات أو في الأماكن المكشوفة، طبعا في الشتاء درجات الحرارة بتكون قاسية جدا وممكن تؤدي إلى إصابة الطيور. طبعا تغليف القفص بالنسبة للعصافير بيبقى سهل جدا، لأن العصافير يعني لا تقوم بنقر وقفص الكيس أو تغليف القفص، لأن طبعا العصافير بيكون منقارها ضعيف بخلاف الببغاوات. يعني أنت لو حطيت غلفت القفص بالنسبة للدرة الهندي أو أي ببغاء، فطبعا الببغاء دوت هيقوم طبعا بمنقاره ويقطع الكيس، يعني هيفرفته، هيقطعه إلى قطع صغيرة جدا. وطبعا الحل لهذه المشكلة الكبيرة إن احنا نعمل مسافة بين التغليف وبين منقار الطائر. يعني هنجيب قطع من أعواد الخشب ونضع هذه القطع ونغلف عليها، يعني بحيث يكون في مسافة كبيرة والطائر لا يستطيع أن يصل إلى القطعة البلاستيكية أو التغليف. زي ما احنا شايفين كده، هنجيب قطع من الخشب ونخليها يعني تعمل مسافة بعيدة، ما يبقاش الغلاف ملتصق بالقفص، لأنه لو كان ملتصق بالقفص الببغاء هيقوم بنقره وهيقطع التغليفة، وبالتالي ايه هيبقى الموضوع يعني ايه يعني مشكلة كبيرة جدا، واللي احنا عملناه كله هيبقى راح على الفاضي. ده بالنسبة مثلا لببغاء زي مثلا الدرة أو أي نوع من أنواع الببغاء اللي هو ليه منقار كبير. فتعالوا كده نشوف ازاي هنعمل الموضوع ده. هنجيب أعواد الخشب وهنجيب سلك رباط أو أي شيء يربط الخشبة، عشان نحط الخشبة اللي هنربط من خلالها الكيس أو الغلاف، حتى لا يكون الغلاف أو الكيس ملتصق تماما بالقفص، وعشان الببغاء لا يستطيع أن يصل إلى إن هو يمسك الكيس بمنقاره. فإحنا هنحط خشبة من فوق وخشبة من تحت وخشبة في النص، وبالشكل ده طبعا الببغاء لن يستطيع ان هو يصل الى الكيس، ومش هيقدر يوصل بمنقاره للكيس ويقطعه. فزي ما احنا شايفين كده اهو، الخشب عمل فاصل كبير بين القفص وبين الوصول الى الكيس زي ما انت شايف كده. طبعا القفص اللي معاه دلوقتي مش متساوي، طبعا القفص لما بيكون يعني الزوايا بتاعته متساوية طبعا هيريحك اكتر. وبالشكل ده كده لا يمكن للببغاء ان هو يمسك الكيس، لان هيبقى ايه هيبقى الكيس بعيد عنه خالص، وطبعا انا مش هغلف القفص بالكلية. لا تنسى الضغط بالاعجاب وتفعيل زر الجرس ليصلك كل جديد ان شاء الله.